في قناة القلم الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من رجع الصدى. اليوم حصتنا أكيد حط التغيير في الوقت، العادة نقابل معكم كل نهار 3-9 متاع الليل، لكن ابتداء من هذا الأسبوع باش يكون إن شاء الله موعدنا معكم 8:30. وقت نحكي مع القطاع الصحي في صفاقس، ما نجم نقول عليه كان قطاع صحي مريض غير صحي بالمرة، قطاع يشكو النقص في الإمكانيات، خلل يشكو الاكتظاظ في المستشفيات ونقص في الخدمات. هذا الكل اليوم باش نتطرقوا له في موضوع حصتنا، مما يشكو او مما تشكو الخدمات الاستعجاليه في ولايه صفاقس، مع ضيفي اللي حاضرين معايا في الحصه اليوم، سي فريد رقيق اللي هو ناظر قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبه بصفاقس. اهلا وسهلا بك سي فريد. كذلك يحضر معنا سي عمر بن منصور، كهيئة مدير بالاداره الجهويه للصحه بصفاقس. اهلا وسهلا بك سي عمر. مرحبا بكم من الناس اللي كنت نجموا تتواصلوا معنا فيما يخص هذا الموضوع، ما تشكو خدمات الاستعجالي في صفاقس على الرقم 74 621 607. نجموا تدخلوا معنا كما قلت لكم عبر الهاتف، والا ترسلونا على صفحه الفيسبوك الرسميه لقناه القلم الفضائيه. اول ما نبداو على بركه الله بسؤال شطحه على سي فريد. سي فريد، ما هي الحاله اللي هي عليها الاستعجالي بصفاقس توا؟ حاله الاستعجالي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بي، بارك الله فيك على الفرصه اللي تحتنا. حاله الاستعجالي الوقت الحاضر يلزمها تدخل استعجالي قبل ما يفوت، خاطر حقيقه قسم الاستعجالي يعاني في مشاكل عديده جدا. ابرزها انت شفت حتى الموقع نتاعها عمره ما كان يناسب قسم استعجالي. نقص كبير في الموارد البشرية، نقص في المعدات. شفت المكاتب ولا نتاع الأطباء كينية معناها، وشفت الحالة اللي أنت عاينت وجيت وشفت، شفت الحالة اللي عاني فيها قسم الاستعجالي. طيب ما بعدنا ندخل في التفاصيل، أكثر تفاصيل القسم الاستعجالي بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، نرجع لك في ما يخص من باب الاستعجالي حتى للغرفة الاستعجالي والإسعافات اللي تقدموها للوافدين. لكن قبل ما نشوفوا الروبورتاج اللي باش يكون مع فيه راي المواطنين فيما يخص خدمات قسم الاستعجالي، نسال سي عمر بن منصور، كاداره جهويه للصحه قاعدين تتابعوا المتطلبات قسم الاستعجالي فتره بفتره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه وشكرا على اتاحه الفرصه. بطبيعه الحال الاداره الجهويه معناها تتابع كل الخدمات بما في ذلك خدمات الاقسام الاستعجالي الموجوده، سواء كان في مستشفى الجامعي الهادي شاكر او في بقيه المؤسسات الاخرى، متابعه طبعا بالتعاون مع الادارات المعنيه، لانه الحبيب بورقيبه ولا غيرها فهناك ادارات معنيه بالاقسام هذه، واحنا من الا سلطه اشراف نتابعوا الوضعيات، ولنا معناها بطبيعة الحال موقف من بعض الأشياء اللي قاعدة تصير، سواء كان في مستوى معناها الموارد اللي ذكرها الأخ، ولا الإمكانيات، ولا آفاق تطويرها، ولا معناها محاولة التغلب على النقائص الموجودة. قاعدين تقوموا، معناتها نفهم الكلام، قاعدين تقوموا بمراقبة دورية للأقسام الاستعجالي وترفعوا في التقارير اللي تخص الأقسام هذه ومستلزماتها ومتطلباتها إلى وزارة الصحة؟ هو طبعا الأصل في الشيء معناها كيف نقول، الأصل في الشيء معناها أنه ثم لجان. لجان في كل مستشفى، ثم لجنة تعنى بالاستعجال، اللجنة الجهوية لخدمات الاستعجال في كل مؤسسة تجتمع، كيف نقول الأصل في شيء شهريا، قد تجتمع معناها ربما دوريا أقل، لكن تجتمع شهريا لرفع تقارير لسلطة الإشراف للوزارة، وثم لجنة جهوية أخرى تجتمع معناها لبحث المشاكل، مش في مستوى معناها في مستوى الاقسام الكل، في كل مؤسسه هناك لجنه مختصه في برنامج الاستعجالي. طبيعه الحال معناها لنا معطيات تقريبا على ايش قاعد يصير في كل الاقسام الاستعجالي على الاقل دوريا من خلال اللجان هذه، اللي هي لجان ترفع تقارير للاداره الجهويه، والاداره الجهويه تقوم بتحليل المعطيات هذيك
تتدخل متى وجب التدخل، تتصل بسلطة الإشراف بوزارة الصحة، ترفع تقارير لوزارة الصحة، معناها هذا الكل موجود. به قبل ما ندخل في الموضوع نزيدوا نتعمقوا في الموضوع، خرجنا للشارع زميلة أميرة مقني خرجت للشارع وسألت المواطنين في رأيهم في خدمات الاستعجالي بولاية صفاقس. هاتوا نشوفوا مع بعضنا شنو قال المواطن في الخدمات هذه. شنو قولك في خدمة الاستعجالي؟ خدمة الاستعجالي مش قايمة بالواجب نتاعها. اسمع يجي جبت اخويا انا بيرسونيل وقعد اربع سوايع مطيش والدم يجري من رجله. سمعته بيرسونيل واللي جيت كلمه يطفيك ويتعدى لغيرك. فماش شكون وشكون عندك شكون وشكون راك تتعدى ما عندكش شكون ما ثم حد شيء. معناها تبقى بالساعه وساعتين يغزروا لك ما عندك حد شيء. انت فاض تصور الشارع هنا قدام السبيطار، والله كنت تدخل تصور القهوه لما طار الفضيح. ادخل تصور في القهوه، امشي للقهوه، القهوه المقابلين السبيطار الكل، دورهم الكل. وشوف الطب وشوف انا جبت خويا كادير جونس. فراكتير عنده في ساقه. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم طبيب نتاع ديرجونس طبيب نتاع ديرجونس فهمني يعمل في قهوه شرف ولا يقيم بالواجب يعطيهم الصحه. مواظبين لاهين بالمريض امور لاباس الحمد لله. صافا مراك ومراك. والله ايش باش نقول لك، كل مره كيفاش تاخذ وتعطي. بالنسبه لخدمه الاستعجالي ماهيش خدمه باهيه، معناها بالنسبه للمواطن وبالنسبه للطبيب. معناها المريض اللي يجي للاستعجال يلقى لهوى ممكن يلقى ما يحب له وقت، وثم اللي عنده كتاف اللي عنده كتاف يدخل ما عنده شيوح. كلمت الطب كله، كلمت الاولاد كله، لا حياته لما انتو نادي كوش خليته على الفرش متاعه في وسط الستاخ وغطيته بالبلوزه متاعه وروحت باش هزوهم. فما ناس تدخل تحب العنف، تحب العنف تداوي ما غير مواطنين، فما ما غير لكرني، فما غير كذا. وبالنسبه للطبيب تلقاه متواطئ معاه يتكلم بالسياسه على خاطر هو ما عنده سيكوريتي. في الحالة هذه لازم تعمل سيكوريتي. ممكن يغزروا له موت ويتعدى هكا. يا ودي يرحم بوكم راهي كادر جونس خويا، استنى عايش خويا. وقتاش صدقوا هزوها يجريوا بها وقت زريقت. صدقني كامل المريول اللي لبستهم انت زريقت زرقة زرقة كاملة باش هي شافت هكا خويا هات 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 وزتها تجري ما نعرفش شنو. خلاف التجهيزات الامور اللي التجهيزات ما فماش تجهيزات. تجهيزات ناقصة، ما تلقى الدم في الشريول. الطب ما ثماش، كل واحد يقول لك الاخر. ثم تجهيزات، تجهيزات شنو؟ شنو عندنا احنا تجهيزات؟ عندنا شيء اختي، عندنا يضرب هكا بيديه واحد كو ولا تجيه الدم هكا الشرتلة فهمني عرق مضروب ولا واحد يعمل لك هكا ضربتين. تجهيزات شنو اختي؟ برا صور تلقى 600 يصوروا فهمني، واحدة بركة تصور، ماكينة بركة تصور. حسب رأيك أنت كمواطن شو تقترح باش يتحسن خدمات الطب الاستعجالي؟ نطلب يعني توفير الاطباء. والله تحسن هي اول حاجه انها تنحيوا لكلمه شكون وشكون، اذا فلان وفلتان كلمة معناتها الواصله هذه، ونحيوا شويه من الرشوه. الرشوه راهي مازالت تو الرشوه معناها تدخل معناها عيني عينك، ماهيش معناها في الواحد فهمت. 20 سنه باش خدمه الاستعجالي مش السبيطار، الاستعجالي انت جاي كادر جونس عندك دوبل فراكتير ولا عندك اي حاجه، انت يلزمك تصور ديريكت على البلاصه. هذا هو رأي المواطن التونسي في خدمات الطب الاستعجالي بولاية صفاقس. سي فريد، أكيد لاحظت العديد من التشكيات، الناس تتسائل علاش الخدمات هكا في قسم الاستعجالي، برشا مشاكل، يقول لك يجي المريض يتلوح أربع سوايع، مفماش لهوة، مفماش تجهيزات، طبة مش موجودة في مواقعها، علاش التشكيات هذه الكل؟ والله الأطباء موجودين، العوين كلها موجودة، لكن فيه جانب كبير من الصحة اللي قالوه المتدخلين كل صحيح ناقصين. معناش استقبال، خاطر هو إذا كان تعرف كيفاش تاخذ المريض، هما جايبوا أخوه ولا أبوه جايبوا في حالة مصاب ولا كما قال معناه مكسر ولا معناها، اذا كان من الباب يلقى شكون يستقبله وياخذ من عنده المريض نتاعو، ديجا خطوه باهيه اللي تنجم تخلي الاهل المريض يرتاحوا نفسانيا. لكن احنا مشكلتنا ما فيش استقبال، معناش استقبال، معناش وين تقف السيارات. احنا ان شاء الله نلقى وين نخلي سياره الاسعاف باش تقف. سايبه الدنيا سايبه قدام اليورجونس، ما ثماش معناش
ما عندناش امكانيات باش نسكروا باش باركينغ صغيره برشا. سياره سياره الاسعاف اذا وقفت هي تقف وراها السيارات الاخرى، وهذا هذا موضوع ثاني. لكن وقت اللي يجي مواطن كما قال السيد تو صحيح ما يقعد شيرته تبهدل باش يلقى شاريول نقال على شيء يهبط مريضه وبرا قيد، انت قيد يدخل به للطبيب، الطبيب يعطيه ورقه باش يمشي يصور، يمشي يصور كما قال تلقى 50 رقبه يستناو باش يصوروا. معناها المواطنين راهو يعانيوا حتى كما نعانيوا احنا، المواطن يعاني اكثر منا، خاطر ما ثماش عندنا قاعه اشعه واحده بالقسم الاستعجالي وتخدم شهر على 12 شهر، تخدم 12 شهر معدومه. احنا بالصدفه عندها نهار ملي تصلحت يظهر لي، انت وقت اللي جيت ديجا البارح عندها ما عندهاش نهير ملي تصلحت وقعدت 3 شهور ما تخدمش. ديما معطبه، ديما معدومه، ديما الجهاز اللي عندنا في الطابره طابت الماكينه طابت يسر عليها، معناها شيء كبير. فيما يخص الأسرة لي شاريو باش تهزوا للمصابين، قاعة الفرز هل هي موجودة وإلا لا؟ نفسروا شوية للناس، قاعة الفرز هي باش نشوفوا الحالات شكون حالة طارئة أو الاستعجالية أكثر من أختها، شنو نوعية الإصابات الوافدين اللي يجيو موجودة وإلا لا؟ لا ما عندناش قاعة فرز. علاش؟ وقت يقيد في الاستقبال تقول له سوى العون ولا الممرضه اللي موجوده تساله ايش عندك؟ تقول له انا عندي واحد مكسر، تعطيه ورقه يمشي بها للطبيب العظام. تقول له عندي قرشي توجعني، تعطيه ورقه يمشي بها للقسم. الفرز يكون في الجيشي. الفرز من الجيشي. والاطباء في مكتبهم يشوف رايح عندنا برشا حالات اللي تجي هما يدعيوك انا حاله استعجاليه، وقت اللي توصل للطبيب نقول من وقتاش؟ عندي جمعة، عندي 10 أيام ساقي توجعني، عندي وجيعة في كرشي تو عندي 4 أيام. أنا حالات واللي يزيد أكثر مشاكل هو كون المواطن المريض تلقى معه 10 8 من مرافقين معه. وما يحبوش يستناو. تقول له خويا يدخل كان مريض تولي مشكلة. لا ندخل مع مريض نشوف. معناها هيك اللي تسبب في اكتظاظ قدام مكاتب الاطباء. وقت اللي تجي تشوف تلقى 4 ولا 5 مرضى يستناو، تلقى معهم 20 رقبه يستناو واقفين معهم. هيك اللي يعمل اكتظاظ قدام مكتب من عياده الدكتور. تنجموا تتفاعلوا معنا على الرقم 74-621-607 فيما يخص موضوعنا اليوم. تعقيبا على كلامك سي فريد، قلت اكتظاظ برشا، معناتها شباك واحد يقصوا فيه. قبيله قلت لي انتم متابعين وتعرفوا شنو فما وما فماش في اقسام الاستعجالي، في بالكم اللي فما جيشي برك يقصوا فيه؟ في بالكم اللي فما مدخل طويل وعريض ما يوصل له معناتها المريض كان سيء؟ في بالكم اللي راهو البيروات وين تتم فيها الفحص ممكن حتى 3 متر على 3 متر الشريو شطر المريض يبدا في شطر الباب؟ معناتها يظل لي هذه حاجات راهي مش توا موجوده من قبل الثوره وموجوده حتى يعني تواصلت، لكن الاداره هل هي على درايه بالوضعيه هذه وخمتش في انها ممكن تتجاوز؟ انا مش نقول لك اللي دور الاداره الاساسي نتحمس وليتي ونقول الكلام هذا، مش نقوله معناه منطق سياسي، لا منطق معناه دور الاداره هو الدفاع عن المواطن. وفعلا كيف نقول موقف الاداره انه قسم الاستعجالي الحبيب بورقيبه وفي تقارير رفعت وانه يعتبر كلام هذا قيل في اكثر من مناسبه يعتبر فعلا نقطه سوداء للصحه في صفاقس، هذا معناه واضح بدون لا نحاولوا انه نزين. لكن هل وضوح هذا هل ان معناها القسم الحالي قادر باش مثلا يتحسن فيه مثلا الاستقبال ولا قادر باش يتحسن فيه؟ هو كما تيرزي عطيته قطعه نتاع مشاكل موجود. الحبيب بورقيبه فعلا ثم اشكاليه في القسم الاستعجالي الحبيب بورقيبه وفي وضعه الحالي ربما لا يمكن معناها انك تحسن تحسين كبير ياسر في الحبيب بورقيبه في وضعه الحالي، لكن ما يصيرش حلول جذريه، فعلا حلول جذريه.
لانه الحبر سامحني سي عمر، لكن فما حلول نجم نسهلوا بها الخدمات. مثلا تقول لي لا يمكن، انا نقول لك وضع عوني استقبال يستقبلوا هذاك المريض. يمكن نوصل قضيه الاستقبال هي القضيه الاهم. انت ذكرت سالت على الترياج على الفرز. الفرز هي عمليه ربما اهم على اهميه الاستقبال، ربما اهم حتى من الاستقبال، لانه الموجود حاليا انه المواطن يدخل معناها قد يكون في وضع استعجالي فعلا، وقد يكون مش في وضع استعجالي كما اشار فما تقريبا نسبه 80% يجي ما همش وضعيه استعجاليه. وبعد نفسر وش معناتها كلمه استعجالي. لا انا بالنسبه لي كل من جاء الاستعجالي هو استعجالي، لانه هو يحس بروحه استعجالي. بعتلي الفرز هو اللي مش يحدد ما نجمش نقولوا مش استعجالي. اما في الوضع الفرز يمكن باش واحد يضيع، لانه هو معناه فعلا وضع استعجالي، لانه ما تتمش عمليه الفرز ومن الشباك يقولوا له برا الطب القسم الطبيب نتاع الجراحه ولا طبيب اي طبيب اخر. فثم اشكاليه حقيقيه في الفرز وفي الاستقبال، ثم اشكاليه حقيقيه موجوده في قسم الاستعجال نتاع. نجم نعملوا لها حلول على المدى القريب والمتوسط مش حتى على البعيد. يعني على المدى الحلول على المدى القريب معناها انك تكلف اعوان استقبال ولا تقوم بالمهمه هذه ان شاء الله. معناها هو في زيارة السيد الوزير لآخر مرة القسم الاستعجالي بشكل وعد بأنه خاصة حكاية الاستقبال يعني حكاية سهلة، لكن احنا نقولوا لي مشكل الاستقبال ثم أشياء أهم يلزمها تصير باش نشوفوا أكثر بيصير. لأن ثم أشياء أهم يلزمها تصير في قسم الاستعجالي. ما احنا ندخلوا من الباب، نبداو من الباب. إذا كان حفصنوا الباب تولي عنا اصلا ما يوصلنا القسم الاستعجالي معناتها الاستعجالي وان كان قسم الاستعجالي في صفاقس، لكن نحبوا نحسنوه. شنو نحسنوه؟ نحسنوا المحيط. وكيف نقول المحيط؟ اقسام الاستعجالي الاخرى الموجوده في صفاقس هل انها قاعده تقوم دورها مش قاعده تقوم دورها لتخفيف الضغط؟ لانه قسم بالضغط الموجود بعادة المواطن انه المريض الواحد يجوا معاه خمسة وستة وسبعة وربما كما قال ثمانية والاشياء هذه الكل، التخفيف على قسم الاستعجالي بصفاقس او ايجاد بدائل اخرى هو اللي نجم يحله. ثم بدائل عدة تصير بسرعة، يمكن باش يصير بسرعة، ثم يمكن العديد من البدائل يمكن باش يصير بسرعة. كان تحت نشوفوهم البدائل، يلزمنا نعرفوا البدائل على خاطر المواطنين يستناو بصراحة سي عمر، يستناو الحلول. معنا مكالمة هاتفية، سي فتحي من صفاقس. أهلا وسهلا بك سي فتحي. أنا عاصمة مدام. مرحبا بك. مرحبا بك، يعيشك يعيشك. تفضل سي فتحي. يا مدام عندي المدامة. عندي المدامة أزمتيك. أنا حالات ديما نزل في أعقاب الليل بالاستعجالي. فهمت؟ نزل الاستعجالي ونوصل غادي اللي ماسك كوما نتاع اللي يعملوا فيه الأكسجين، نلقى أربع خمس من الناس ويقولوا لي ما استنى ومرأة تصور مش تموت والماسك هو بيدو يمسيوا العباد هكا والعبد هكا والكل الناس الكل. هذه حالة تقصد أربعة فرد حالة كلهم عندهم ماسك؟ نعم أي نعم. والمرأة توصلها أعقاب الليل مش تموت معناتها. وخلاف هكا تجي تركي في بحدا الاستعجالي باش متركي كهربتك ما تلقاش باش تركي. تصور انت في الساعتين والثلاثة نتاع الصباح نمشي بالكهرباء نتاعي باش نركي وما نلقاش وين نركي. واضح. والحالة الأخرى تصور انت المرأة تباتيك باش يحولوها لقسم آخر باش يقولوا لي ما عندناش أمبيلونس، ما عندناش أمبيلونس باش ينزلوها لقسم الحبيب بورقيبة ولا الهادي شاكر. هذه كيفاش السبيطار هذا؟ استعجالي بالاسم معناتها. واضح سي فتحي. وحالة أخرى بربي سامحني. تفضل. والحالات ونرى في الحالات هكا نتاع لي راديو يصوروا كل شيء، ودات باش نصورها زادة وكل شيء، نمشي نقعد غادي تصور مرأة مش تموت ويقولوا لي استنى معناتها تصور قسم برك باش يصور. فهمت؟ واضح. معناتها شيء أسف معناتها استعجالي بالاسم وبرا مش استعجالي معناتها. واضح سي فتحي، شكرا ليك، شكرا على المداخلة. انا باش نجي نشخص الاستعجالي وهو تبارك الله سي فتحي يظهر لي اعطانا عينه جميله جدا معناتها قسم الاستعجالي. معناتها المواطن كما قال الاخ سي فتحي صحيح، وقت اللي يجيب مريض ما يلقاش وين يراكي كهربته، وهيك علاش قلنا الاستقبال. الاستقبال المفروض اول ما تقف السياره نتاع المواطن عنده مصاب ولا عنده مريض من غير ما يهبط هو من السياره نتاعو، تلقى زوز اعوان في الاستقبال ياخذوا المريض نتاعو يخليوه على شاريو ويدخلوه. هو يمشي حتى كي يراكي كهربته خارج المستشفى ما يبقاش ما يبدا مطمئن، ما عندوش مشكله يراكي كهربته ويجي يقيد المريض. لكن احنا ما عندناش اعوان استقبال، ما فماش استقبال، ما عندناش استقبال.
هذا اللي استقبل الداخل. هذا اللي استقبل الداخل صحيح اللي قالوا كوني قاعد يستنى. عندنا كما قلت لك عندنا جهاز التصوير ماكينه واحده تصور في الاستعجالي ومعناها عليها ضغط كبير. باهي سي عمر، في قسم الاستعجالي شنو اهم المعدات اللازمه اللي لازمها تكون مطابقه للمواصفات العالميه تكون موجوده في القسم وهذه لا تنازل عنها، على خاطر احنا مشينا واكتشفنا انه فما معدات اللي هي حيويه اللي هي عصب المستشفى مش موجوده. انتم كاداره معناتها نورمالمون تكون عندكم معناتها قائمه في المعدات اللازمه معناتها. ما قائمه بالطبيعه، ثم قائمه في المعدات اللازمه، لكن على النقائص الموجوده الكل. لانه ثم نقائص مثلا على سبيل المثال ان يقول لي ماسك مش موجوده حقيقه وضع معناها غير عادي. لانه الماسك هي مش استعجالي خاطر كان ما فماش ماسك. ما يجيش واحد ماسك مش موجود. وانا ديما نرجع للاشكال. انا معنيش ما احترامي وقيمه الاستقبال وضروره ان يتحسن الاستقبال، وثم مشروع كامل لتحسين الاستقبال في كل مستشفيات الجمهوريه بما فيهم الحبيب بورقيبه بالطبيعه. لكن الاشكال الموجود في 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 استعجالي الحبيب بورقيبه اللي كان ما يقعش معالجته بشكل جذري. بشكل كيفاش نعالجوه بشكل جذري؟ بشكل جذري. الحبيب بورقيبه في الحبيب بورقيبه. الحبيب بورقيبه حاليا كيف يقول لي واحد ما ثمش باركينج. اخي مش يولي فيه باركينج، مش يولي فيه لا اليوم لا غدوه لا بعد غدوه. مش يولي فيه باركينج، لانه المكان ما يسمحش باش يكون باركينج. لكن كيف يقول لي ما فيش راديو، راديو نجم يتحسن، على سبيل المثال. الحبيب بورقيبه حاليا في ال قبل ما تمر للنقطه الاخرى، البديل نتاع الباركينج هو عوين الاستقبال، يولي المواطن ما يهبطش من سيارته، يولي العوين يولي ما يخممش اصلا، خلى المريض نتاعو عند الاستقبال ويمشي لوحده. هي السياره في ذاتها كيف توقف سياره واحده وراها سيارات ما تنجمش تدخل، كيف تجي سياره اسعاف توقف سياره اسعاف ولا كان مريض رزين شويه ما يهبط كان ثلاث اربع كراه بيستنوا، يعني حتى لو كان توفر ثم اشكال حقيقي في المكان. الاستقبال يحسن لكن ما يحلش المشكلة. ينقص. غسلنا. ينقص. ينقص. يساهم انه ينظم. ينقص. صحيح. ينقص لكن ما يحلش الاشكال. وعدونا برشا مرات. نواصل الفكرة نتاعي. انا على سبيل المثال وهذايا مشروع معناها قاعدين انجزنا فيه انه مثلا في قسم التصوير. كيف يولي في التصوير الطبي ثم في الهادي شكل حاليا ما يصورش الهادي شكل حاليا وخاصة في العشية وفي الليل. كيف الهادي شكل ولا في قسم تصوير متطور يخفف، لانه حاليا المرضى نتاع الهادي شكل العشيه والليل زاد يمشوا لل بعد مرات يجوا للجونس تهاب حتى باش يمشي للسبيطار للسبيطار فماش مشكله. هو تخفيف، انت عندك مشكله في مستشفى كيف تخفف عليه؟ تخفف عليه سواء كان في مستشفى الهادي شاكر ثم بعض الخدمات يمكن تصير في مستشفى الهادي شاكر والعديد من الخدمات حتى الاستعجاليه مثلا كما استعجالي الاطفال، استعجالي النساء، استعجالي القلب، يعني التخفيف بشكل كبير ياسر. شنو استعجالي القلب؟ حتى نجيو استعجالي القلب اللي تم استعجالي مش خاصه هو المشروع نتاع الاداره. انا بنحب معناها يمكن تطور البرنامج في مشروع الاداره انه الاستعجالي يولي الحبيب بورقيبه يقع يتخصص في التروماتولوجي في الكلوميات برك اللي هي تمثل حوالي 50% من الحالات الاستعجاليه قاعد يستقبل فيها و50% الاخرين ماهيش كلوميات. سي عمر بربي سامحني قصت عليك خاطر لهنا باش نحكيو على قسم اخر فيه خدمات ونحن مازلنا واحدين في كاسك وماسك ما فماش، معناتها فما معدات صغار اللي هما ما فماش. قبل ما نخليك تكمل خلينا نتفرجوا في مشاكل تجهيزات في قسم الاستعجالي وبعد باش نرجع معاك في نفس التسلسل باش نكملوا نحكيوا على الحلول. تفضلوا معنا. اكتظاظ، انتظار ولا مبالاة، فوضى، فضلات ونفايات منتشرة هنا وهناك، تجهيزات متآكلة، كل هذا وكأنك تتحدث عن سوق. ولكن صور مثل هذه أخذناها من القسم الاستعجالي للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. نعم، صفاقس التي باتت وجهة داخلية وخارجية للاستشفاء والعلاج، نرى فيها مثل هذه الصور والحالات المقرفة.
تشكو مختلف الوحدات الصحية والطبية والاستشفائية من بينها أقسام الاستعجالي بولاية صفاقس صعوبات كبيرة، من بينها الضغط الكبير المسجل على هذه الوحدات، وخاصة منها المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر من الوافدين عليها من المرضى من ولايات عدة خاصة ولاية الجنوب لافتقارها إلى المستلزمات ومتطلبات الطب الحديث والعصري. لابد من التفكير في توسيع هذا القسم، وهناك فكرة أخرى هو منها إحداث قسم استعجالي طبي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. لابد من الدرس هذه الفكرة بعمق والنظر في إمكانية بعث وحدة للاستعجالي الطبي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. الفكرة وقع اقتراحها على وزارة الصحة ويمكن النظر فيها بعمق مع وزارة الصحة ومع إدارة المستشفى الجامعي الهادي شاكر لبعث هذه الوحدة حتى أتمكن من استقبال المرضى اللي عندهم إصابتهم عندها طابع طبي لا جراحي. إدارة المستشفى تحاول توفير كل المستلزمات الطبية الضرورية لإنجاح التدخلات الطبية. تعتبر صفاقس قطبا صحيا واستشفائيا هاما لما تتوفر بها من عيادات خاصة ووحدات صحية مختلفة إلى جانب المستشفيات، لكن هذه الأخيرة تعاني تهميشا ونسيانا كبيرين خاصة على مستوى أقسام الاستعجالي. مشاكل في الإرجونس هم مشاكل الحالية، هم مشاكل طاقة الاستيعاب اللي هي فاقة الحد متاع الكاباسيتي متاع الأوبيتال. كما تعرف الأوبيتال متاع صفاقس سي بريسيزيمون القسم الاستعجالي يبرون شارج برسك صفاقس والجنوب متاع الجمهورية التونسية الكل، حاجة اللي خلات لي ميدسان والإطار شبه الطبي يخدم dans les conditions معناتها ما همش les bonnes conditions متاع الخدمة. هذا دون بار. ثانيا المشاكل متاع الارجونس هما مشاكل الانسيكوريتي وعدم الحماية كتسوى الإطار الطبي والإطار شبه الطبي. دونك انتم جيتوا هكا مي اون ا فيكو دي مومون نو هجموا علينا وتعرضنا للخطر وهربنا، فهمت؟ القسم الاستعجالي لم يعد قادرا على مجابهة هذا الضغط وعلى تقديم خدمات طبية وفق المقاييس المطلوبة، فالتجهيزات الطبية تتعرض إلى الاستعمال المفرط والمتزايد لتلبية حاجة المرضى الوافدين من صفاقس ومن خارجها، الذي نجم عنه تعطب مستمر في التجهيزات مما يترتب عنه تأخير في تقديم الخدمة الطبية المطلوبة، فضلا عن تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض الذي استنجد بملائكة الرحمة. هذا هو الغوبورتاج مشاكل تجهيزات في قسم الاستعجالي عن صحفي قام به زميل نادر قطاطا والزميل فارس الشيوي في التصوير، حمزة برجب ومحمد علي غزال في المونتاج وإعادة صياغة المحتوى الروبورتاج. كنا نحكي على المعدات، يظهر لي كنت تشوف في الأشياء اللي في الاستعجالي كيفاش المرضى معناتها يتلقاو في العملية التطبيب معناتها الاستعجالي، كيفاش السيد مدير المستشفى السي بلقاسم تحدث على ضرورة وجود قسم استعجالي في الهادي شاكر. يظهر لي نفس الفكرة مشي لها الناس كل، معناتها هو الحل الوحيد انه نخفف شوية على الحبيب بورقيبة. ثم زوج طرق للتخفيف على الحبيب بورقيبة لتحسين خدمات الاستعجالي في صفاقس. اولا انه الحبيب بورقيبة حاليا يعاني من اكتظاظ شديد، التحسين ممكن عبر أشياء معينة، لكن التخفيف الحقيقي هو إيجاد زوج حلول. الحل الأول هو إيجاد الأفضل أنا قسم جديد، قسم جديد طبي، ويبقى الكلوميات في الحبيب بورقيبة، لأنه الحبيب بورقيبة هو اختصاص جراحي، أنا بتعمل فيه الكلوميات ما فهمش إشكال. والحل الثاني اللي هو ربما أصعب شوية لكن ممكن ويحسن بشكل كبير ياسر، هو أن المستشفيات الجهوية يصبح فيها أطباء اختصاص خاصة الأطباء الأساسيين مثل الجراح، مثل الكلوميات وجراحة العظام،
مثل معناها ثم اختصاصات بالنساء ثم الأطفال بعدد كافي ليسمح بالمناوبة يسمح بالمناوبة يعني الجارد في العشية وفي الليل بشكل مستمر ودائم متواصل. لأنه لكن مستشفى جبنيان ومستشفى المحرس ومستشفى قرقنوخ خصنا جبنيان والمحرس يولي فيهم عدد من الأطباء الاختصاص عدد كافي لينجموا يأمنوا الخدمات 24 ساعة ل 24 ساعة من طبيب معناها تبنيج من طبيب جراح من طبيب كلوميات كل الأطباء هذوما وموجودين بصفة مستمرة يولي عدد كبير ما يوصلش لحبيب بورقيبة. كإدارة جهوية رفعتوا الحلول هذه للوزارة؟ الحلول هذه رفعناها وقاعدة تخدم على سبيل المثال. من وقت ايش رفعتوها؟ على سبيل المثال رفعناها منذ بشكل دوري. شهر شهرين؟ لا لا معناها بشكل دوري يعني نجيب لك مثال ما بين سبتمبر ما بين جانفي 2012 وسبتمبر 2013 تم انتداب في إطار معناها التمشي هذا متاع دعم المستشفيات. نضافنا 14 في ظرف سنة 14 طبيب مختص اللي هو مش شوي. باه. 31 طبيب مختص جامعي معناها ولاية كيما ولاية صفاقس عادة باعتبارها مدينة ساحلية لأنه إشكالية صفاقس سابقا ما خذتش حظها لأنه صفاقس مظلوم نجيب لك مثال صفاقس ناقصة 470 سرير جامعي باش توصل للمعدل الوطني لبقية الجهات ناقصة تاش معناها ناقصة ولا ناقصة أطباء بشكل كبير اختيارات تمت في سنوات مضت معناها معنى سيئة جدا تويك باش تدارك حاليا باش تدارك انه في عام يقع انتداب معنى اضافي عدد اضافي ب 14 طبيب مختص و 31 طبيب مختص جامعي في ظرف سنة في ولاية صفاقس ممكن بعض الولايات الداخلية بعض المرات تحتج لأن صفاقس يقولوا لا بس عليها لكن صفاقس لا بس عليها لكن لا بس عليها لكن تعاني من نقص شديد يعني كيف نقول 470 سرير راه مش يأثروا برك معنا في العلاج يأثر زاد في نوعية استاج 470 سرير راهم يحلوا مشاكل الاستعجال يحلوا مشاكل الأقسام الأخرى يحلوا مشاكل فعلا هذا نقص باش نوصل المعدل الجهوي راهو باش نوصل المعدل الوطني مش نقص باش نكون في المراتب الأولى باش نوصل المعدل نتاع بقية المدن الجامعية سوسة والمستير وتونس باش نوصل كمدينة جامعية المعدل نتاعي يلزمني 470 سرير ربما المستشفى الجديد اللي هو حلم ان شاء الله يصير منها معناها لا ما نحبش نحكيو على احلام سي عمر نحبوا نحكيو على نقول حلم على مشاريع على الرغم ستنجز ستنجز على الرغم المشروع معناها الوزاره تقول وان شاء الله وانا عندي ثقه الكلام صحيح في مارس يبدا الانجاز لانه تم اقتناء الارض تم اعداد كل الدراسات لكن المشروع هذا موجود راهو من 2006 كيف نقول من 2006 مش 2006 معناها موجود في ميزانية المالية في 2006 تم كاقتراح مشروع لا لا مش اقتراح أصل المشروع في 2006 في ميزانية في الميزانية موجود وتم تكوين لجنة كاملة للبناء في الرائد الرسمي لكن لم تنجز من 2006 حتى الآن ما صار حتى شيء احنا عبدنا من 2000 مش تنطلق 2006 في الرائد الرسمي 2006 بصفه رسميه تويك حاليا المكالمه هذه فيها سامحني سي عمر خاطر ناس تحب تفاعل معنا كمان باش نعطيو على الاقل الفرصه للمواطنين ابو هبه من صفاقس اهلا وسهلا بك اهلا الو عسكر مرحبا بك اختي انا حبيت ندخل البرنامج تفضل في الاول بتاع الدنيا نقدم تحيه شكر وتقدير لكافة الأطباء العاملين بالقسم الاستعجالي خاصة. مرحبا. ولكافة العملاء والإطار الشبه الطبي. علاش؟ على خاطر الظروف اللي يخدموا فيها ماهيش ظروف نتاع خدمة شاملة. مانيش باش نحكوا على النقص نتاع الطريات، مانيش باش نحكوا على النقص نتاع التجهيزات، مانيش باش نحكوا حتى على شيء على خاطر المريض دخل غادي. الطبيب راه مانيش يمكن يلوح روحه انت كيفاش يتعب. بأي طريقة، أما شنو هي الظروف الماهيش؟ ظروف الطلبة نتاع المواطن. تمشي الاستعجالي غادي أختي راهو شيء وقت في المخ. شيء يحبس المخ الوسخ اللي يحكي عليه للمواطن الكريم اللي تدخل من بكري هذاك يجيبوا مواطن معاه للتعجيلي راهو جيبوا يجي ياكل ويشرب ويلوح ويبدأ حشيش فهمت كم في التعجيلي ده كيفاش تحب الطبيب يخدم كيفاش تحب الطبيب يتشجع انه فهمت باش يسعف المريض هذاك ولو انه ملوح روح ده بالنسبه للمواطن الكريم اللي يحكي على باركين في التعجيلي ده اعطيه وينو الاسباب باش يوفروا به باركين للكراه انت جاي تداوي في مريض ماكش جاي تلوج على الباركين انت وصل مريضك غادي للطبيب وخرج كهربتك وحطها ونجا حطها ونجا سيدي فما ناس ما تنجمش تلقى حتى وين كيفاش توصل المريض راه ما تنجمش بالاعتذار ما فماش حد كيفاش توصل المريض معناتها اسمعني كلمة انا مواطن نهز بنتي للطبيب ونهز قريبي ونتعب في الاوقات الكل
صدقني لو كان كل مواطن يحط في مخه أنه راني جايب مريض نديرو فيه، مانيش جاي فهمتي باش نبلط كراسي. نوصل مريضي ناخذ، نوصل وهبط مريضي. وبعد كراسي إذا كان كل مواطن يهبط مريضا نتاعه ويخرج كرافته لبرا في حول الله فهمتي الناس كلها تداوي لبس. واضح. الناس كلها تداوي لبس. ونعاود شكري وتقديري لكافة الأطباء واللي طار الشبه الطبي وحتى المنظمات اللي ياخذ مواد الساكن راهم يعانوا راهم. أكيد أكيد هذه حاجة نعرفوها ومشينا وعينا. يعانوا 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 في معاناة ما نحكيلكش برا. باهي شكرا لك سيدي على التواصل معنا. وصلت هي مشكلة عقليات هذه نجم تكون العقليات هي راهي اللي تنجم تخلينا يا نقدموا يا نوخروا بالتوالي. باهي نرجع لسي فريد، قداش عندنا مسيرة إسعاف؟ هل هي مجهزة وإلا لا تعمل؟ لا ساعة سيد قال تكلم في الهاتف قال ما نجموش، قال ما عندناش سيارة إسعاف باش توصلها من سبيطار لسبيطار آخر. عندنا زوج سيارات إسعاف للوحدة متاع سامي 04 الوحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي، وعندنا سيارة اللي نستعملوها في الاستعجالي اللي تحول المرضى كما قال من مستشفى المستشفى إيه؟ تحول المرضى من الحبيب بورقيبة لهادي شاكر. وصحيح اللي قالوا تمشي تحول مريض السيارة يهزم مريض لهادي شاكر يحبله ساعة، بالطبيعة الآخر مش قاعد يستنى حتى تجي السيارة تعمل تقوم بالمهمة متاعها وترجع، معناها سيارة واحدة. بالنسبة للسيارات اللي انت جبت عليهم، معناها زوج سيارات إسعاف سامي 04 هذا، وكيما سألت أنا سي منصور قبل شوية قلت له على بالكم بهم السيارات اللي جاو، جاونا السنة هذه آخر سنة 2012 في أكتوبر نوفمبر جاتنا سيارة جديدة من الوزارة، وفي أوت 2013 جاتنا سيارة ثانية. لكن معناتها تعزز الأسطول واللي أربع سيارات. سيارات موجودة لكن ما نخدمش به، معناش ما فيش إطار اللي يتخدم به، لا ثم لا سائق ولا ممرض ولا طبيب اللي يخدم فيهم. عندي زوج سيارات جدد واقفين غادي. أولا أنا سألت قال لي صنف A، صنف A لازم تكون مجهزة من جميع المعدات بتاعها. احنا اللي جابوهمنا احنا اللي خديناه من الوزارة ما هم صنف A، السيارة صنف A لكن المعدات ما فيهاش، هذه تعتبر صنف B. ووقت اللي تسألنا قالوا في ان شاء الله في مارس 2014 تجي المعدات نعطيكم ان شاء الله. بعد شويه معنا سي نوفل السمراني مسؤول عن وحده الاستعجال بوزاره الصحه، ان شاء الله يعطينا يعني توضيحات عن الامور هذه. مع سيارات الاسعاف شنو ناقصكم كتجهيزات في قسم الاستعجال؟ انتم ما عندكم توا تلافه واحده تهز من مستشفى لمستشفى وزوز زوز هاكم اللي سامي 04 هكي واحده متنقله نتاع انعاش فيها طبيب وفني وسائق هكما ما يحاولوا، ورغم هكا يحاولوا المرضى مش يخدموا لبرا، يحاولوا مرضى اللي من قسم من الهادي شاكر يجيبوهم لقسم الانعاش ولا القسم السامي، خاطر السامي يخدم في خدمه يغطي على قسم الانعاش، خاطر قسم الانعاش ديما ضغط كبير عليه. احنا انت جيت امس وشفت عندنا سبع مرضى اللي يتنفسوا بالاجهزه وراقدين في السامي، في وقت اللي انا جبت لك منشور المنشور اللي يقول السيد الوزير يقول كون المريض في السامي يلزمه ما يتفوتش ثلاثة ساعات. احنا وريتك امس صوره نتاع مريضه راقدت عنا سبع سنوات، سبع سنين راقده في السامي، سبع سنين جاء وزير اول ووزير ثاني وثالث وزير وكتبت الدوله وكل شيء. علاش سبع سنين؟ خاطر يلزمها جهاز، هي معناها يلزمها جهاز تاع تنفس ما تنجمش نحيوا لها. وعندكم جهاز؟ لا احنا في نركبوا لها جهاز وقاعده، اللي خسرته الوزاره ولا المستشفى يجيب لها اربع ولا خمسه اجهزه من جهاز واحد. سبع سنوات وهي قاعده واخده فرش وتتنفس بالماكينه الى ان رحمه الله عليها انتقلت الى جوار ربها. مليون 300,000 ساكن سبع ولايات، معناتها مجاوره لصفاقس الكلهم يجيو لصفاقس زوج سيارات اسعاف، واحده هذيك ما نحسبوهاش خاطر بين المستشفيات، حجم الاستيعاب يظل لي كبير برشا. واعيين السيد عمر راهو الاداره الجهويه لهنا راهو خدمات صحيه لازمها
تكون واعيه انه فما سياره اسعاف جات بدون معدات. لهنا قال لي ما عنديش سائق، ما عنديش اطار طبي، ما عنديش ممرضين، معناتها البطاله واكله البلاد ونحن ما لقيناش. هاو هذا المواطن شو يقول معناتها؟ وانا نقول المواطن عنده حق باش يقول، هو نقص الاطار الشبه الطبي والاطار الطبي في جهه صفاقس موجود. وحتى الوزاره وحنا معناها معترف به كل الناس، لكن انك تغير الواقع في ظرف سنه وسنتين مش ممكن. انا نعطيك ارقام وتستطيع باش نعطيهم حتى بالاسماء، انه في سنه 2013 الحاليه ما بين اواخر 2012 وحاليا لمده سنه تم دعم جهه صفاقس ب 82 ممرض ب 61 فني سامي. يعني ثم الدعم، لكن انك تفي بالحاجه معناها باش يولي الانسان يخدم في ظروف حسنه، فعلا صفاقس في وضع نقص، لكن الوزاره تقوم مجهود كبير جدا. كبير جدا. كيف نقول المجهود؟ مثلا السيارات الاسعاف، الساميو. الساميو المهمه نتاعها شنو؟ المهمه هو اسعاف طبي استعجالي تتنقل للمريض خارج المستشفى باش تجيبه للمستشفى. وهوني معناها في حاليا قاعد تبنى وحده نتاع الساميو في المحرز. نقصي على كلامك بالعسل على خاطر معنا سي نوفل السمراني مسؤول على وحده الاستعجالي بوزاره الصحه مباشره على الهواء. اهلا وسهلا بك سي نوفل. اهلا وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك سي نوفل. سي نوفل، العديد من التساؤلات طرحت اليوم في منذ بدايه الحصه حول وضعية ولاية صفاقس في قطاع الصحة. ولاية صفاقس تعيش تهميش كبير من قبل الثورة وحتى بعد الثورة. توا كنا نحكيه على زوج سيارات إسعاف جاءوا للصفاقس منذ أوت 2016 وقبله، معدات جات ناقصة، قالوا توصل كان في مارس 2014. هذا السؤال الأول سي نوفل، معناتها مش كنت المعدات هذه في بالكم اللي راهو معدات اذا كان يتم ارسال سياره اسعاف؟ هو في انا سالت وقالوا لي انه سياره الاسعاف ما تجيش من الاول كامله بعد يبعثوا لها المعدات. التاخر هذا 6 شهور ولا اكثر بين انه توصل معدات، معناتها لهنا تعطل سياره اسعاف، يتعطل هيكل كامل قسم استعجالي، ولايه اللي هي ولايه تستقطب في 1,300,000 ساكن ومعها 7 ولايات. يظهر لي الموضوع ماهوش هين سي نوفل. لا الموضوع مش هين، وشكرا على السؤال هذا باش نوضح فيه، برغم الاخ الموجودين وضحوا عده نقاط. حاب نقول اللي ولايه صفاقس تم دعمها في ما بين سنه 2012 و2016 لحد اليوم، تم حتى بعض سيارات الاسعاف ما تبعثنا لهم باش يجيو يسلموهم الايامات القادمه 18 سياره اسعاف، وهذا في اطار برنامج وزاره الصحه. وزاره الصحه هي تجديد اسطول سيارات الاسعاف، وتجديد وانتم تعرفوا حتى الحاضرين اللي معكم يعرفوا اللي سياره الاسعاف تشرى وحدها والمعدات تشرى وحدها، وهو كما قلت تدعيم وتجديد الاسطول، معناتها سيارات الاسعاف اللي قدم باش نحيوهم من الجولان باش يجيو سيارات غرامه سيارات الاسعاف الجديده اللي هي باش تعوضهم، منهم صنف A ومنهم صنف B، والتجهيزات الموجوده اللي فيهم الموجوده في السيارات القديمه هي باش تتم سيارات جديده في انتظار دعم اللي هو دعم معناتها كونتينيو متراسل لتجهيزات في اقسام الاستعجال. وقتاش باش يتم تسليم السيارات هذوما؟ نحب نعرج على حاجه اللي بالنسبه للاقسام الاستعجالي والمصالح الطبيه المطلقه اللي تعرفوا العاش اللي يعرفوهم العباد بالسامي قد ما ندعمهم وقد ما نجدوا التجهيزات نظرا لاستعمالهم بصوره متكثفه ياسر. وكان ناخذوا في جهه الساقس العفويه اكثر، ثم اكثر من 300,000 زائر الى اقسام الاستعجالي اللي هي يبلغ عددها حوالي 10 اقسام استعجالي، منهم 100,000 يزور مستشفى حبيب بورقيبه. هذا معناتها سيدل على عدد كبير ياسر من المواطنين، ما نحبش نقول كلهم مرضى على خاطر وكلهم حالات استعجاليه، على خاطر الدراسات اللي عملتهم اما الوزاره على معناتها الاشيال معناتها على المستوى المركزي، ولا عملوهم عده فرق ظهر اللي 60% من الحالات والمواطنين اللي التجهوا الى قسم استعجالي يمكن الاحاطه بهم في المراكز الصحيه او في العيادات الخارجيه، ولكن لهنا المواطن والمريض
هو يختار باش يمشي للاقسام الاستعجاليه وخاصه منها الاقسام الاستعجاليه الجامعيه. وعلاش وهي اساسا معموله موجوده ونجم حتى نهار ندوكم بها ممكن تتفضلوا بحالنا. وعلاش المواطن يظن اللي هو يمشي للقسم الاستعجالي في مستشفى جامعي مش يمكن معناتها يتحصل على كل الاختبارات مع كيما الراديو اللي حكي عليها جماعه ولا كيما على ليكو ولا سكانير صفة عاجلة. وذلك على ذلك هو يخير يمشي للاستعجالي أكثر من يمشي للعيادة الخارجية ولا المستوصفات. ولهنا عملنا مقارنة مع فرنسا، احنا عندنا 10 مليون سكان، عندنا 4 مليون 800 ألف مواطن يزور أقسام الاستعجالي في سنة. فرنسا فيها 60 مليون، عندهم 12 مليون مواطن يزور أقسام الاستعجالي. ترى هنا الفرق كبير ياسر بيناتنا، احنا اكثر من مرتين اكثر من هما للمواطنين. خلينا نقعدوا سي نوفل في تونس وفي صفاقس تحديدا، خاطر فرنسا راهي هو باش نعفر. واحنا ما خاطر صفاقس راهي 1,300,000 ومعاها 7 ولايات يجيو راهم تقريبا عشكا لحد تبعت معانا سي نوفل كيفاش الاكتظاظ سوق ماهيش مستشفى. انا بدي قلت فما اكتظاظ فوالا معناها قسم حبيب بورقيبه في المواطن من حقه انه يتلقى علاج معناتها ذو جوده عاليه صفه معناتها بمواصفات عالميه وبسرعه تكون معناتها هو جاي الاستعجالي معناتها يطالب انه يلقى كل شيء. ماذا بينا كما يصير معناتها توقع استعمال لكل المصالح ولا المؤسسات ولا المراكز الصحيه بصفه معناتها متوازنه. اش معناتها؟ اش معناتها؟ معناتها المواطن اللي عنده قريب واللي ساقه تفصعت واللي عندي باش نرد على واحد من الداخلين ونشكر على التدخل نتاعو يسحب الرضاليه اللي هو قال كل مره مرتي نهزها في الليل خاطر هي ازماتيك نهزها ساعتين في الليل. قسم الاستعجالي ما نجموش يعطيه حل جذري لحاله زوجته اللي هي ان شاء الله يفرج عليها في حالتها الكريز اللي جاها في الليل. بين انت مش تعطيه الدواء بالنسبه لحالتها في وقتها. اما المتابعه نتاعها ما تنجمش تصير كان في العياده الخارجيه ولا تدريب. لا هو سي نوفل هو ما طلبش متابعه، هو طلب ماسك باش يتم انقاذها، هو ما طلبش متابعه، هو قال لنا ما نلقاش حتى ماسك. هو قال عده مرات. لا عدد مرات هذاك متوافقين فيه. بون معناتها هو ماذا بين المواطن وهذا معناتها دور الاعلام اللي يوعي المواطن اللي يتجه للريسورس الموجودين الاخرين باش يتم علاج المرضى. على خاطر لاحظنا هاني قلت لك لاحظنا عدد كبير ياسر اكثر من 60% اللي حالتهم تنجم تكون احاطه بهم في المستوصفات وماذا بين المستوصفات هما معناتها يلعبوا الدور بتاعهم في هذا مجال. قلتوا لي ان شاء الله باش يكون فما اسطول جديد من سيارات الاسعاف تقريبا. لا. وقتاش باش يجي؟ لا جاء. انا قلت لك ثم 18 سياره اسعاف، تم 18 سياره اسعاف ونجم نعطيهم لك حتى من وقتاش تعطيو وثم اللي تعطيو في الجمعه هذه ما تبعثنا لهم الاوراق نتاعهم للجهه باش يجيو يهزوهم. 18 سياره اسعاف اللي تعطيو ما بين اخر 2012 واول وظيفه 2013. اي المستشفى حبيب بورقيبه صفاقس قداش عنده نصيب معناتها من يظهر لي مش 18 من سياره اللي هو جست التوضيح معناتها ما ينجمش هو اكيد لا نعرف ما اكيد خاطر قلت لي 18 مش نعطيه لحبيب بورقيبه صفاقس. هو نقول لك اكثر انقص واحد شو هو حبيب بورقيبه على خاطر هو يجوا المرضى اكثر من يبعث المرضى، يجوا اكثر من يبعث. اما ثم جهات بعيده بعاد كيما محرس ولا صخيره ولا عدة جهات اخرى اللي هي تدخل ولا تقريبا الخريفه اللي هي تدخل سيارات الاسعاف خاطر هي تجيب المرضى من جهات بعيده وتولي هي معناتها المسافه بعيده ياسر. هذاك لازم نجددوا لهم الاسعاف نتاعهم. ساميو زور كادر حكاوا عليه ثم زوز سيارات اسعاف مستشفى مش حمراء مش حمراء. جست هاو سي فريق بحذية قال انه مش مجهزين معناتها اون ديري مش موجودين. كما تفهموا على مجهزه ومش مجهزه هم سيارة الاسعاف كلهم يجيو ناقصين لكن ما تراش انه بطيء جدا من اوت حتى للمارس باش تخلط التجهيزات. لا قلنا هذا ما هو تجديد لاسطول سيارات الاسعاف. ما التجديد ما تعرفش نجدوا الهيكل الهيكل نتاع سيارة الاسعاف، سيارة الاسعاف في الدار. اما ليزيكيبمون التجهيزات الموجوده داخل مش ناخذوا من التجهيزات اللي كانت موجوده في سيارة الاسعاف القديمه وش نحطها في هي في انتظار تجديدها. والتجديد هو ما معناتها ماهوش مربوط بتجديد سيارة الاسعاف.
بتجديد يجي حتى قبل هما سيارة الإسعاف اللي كانوا عندهم اللي قادوا عندهم أكثر من 10 سنين تم تجديد التجهيزات داخلها خاطر مش يقعدوا 10 سنين يخدموا في التجهيزات وثم تجهيزات تجي في الأشهر القادمة بربي سينوفل خلينا نبسطوا شوية للمواطن خاطر المواطن توا مش فاهم معناتها يقول لك باهي أنا توا جاءوا زوز سيارات عنا تم تجديد السيارة وليس الأجهزة الأجهزة مازالت باش تخلط أنا كمواطن معناتها أنت مدام أنت ظلي ما فهمتنيش أنت لا لا فهمتك هو المواطن شنو حاجته المواطن هو فهمتك سي فريد يحب يتفاعل معاك من بكري وأنا حبيت نوصل لك التفاعل نتاعو سي فريد نجم تكلمه مخاطرية مش كيما أنتم تروني أنتم تسمعوني ما راكمش باهي عسلامة سي نوف عسلامة مرحبا نسينو في السيارات اللي جاوا جدد والتجهيزات نحول تجهيزات اللي مستعمله واللي ملصقه بالسبرادرا واللي مكسره نحولها سياره جديده وقت اللي هما السيارات اللي جاوا اللي شوف اللي شافوهم الاخوان في تونس قالوا مجهزين الا السياره السيارات اللي خديناها معنا وقلت لنا في مارس تاخذوا التجهيزات نتاعهم علاش ما ناخذوش سياره سياره اسعاف هي نتاع وحده نتاع سمير علاش ما ناخذوهاش كامله بالاجهزه نتاعها نفس السيارات سامحني علاش قصدي خاطر وقت تقول لي ثم جماعه شافوهم في تونس معناتها كانوا ثم احنا نعملوا تفرقه ما بين صفاقس وتونس نفس السيارات اللي خذيناها انا وقت اللي خذينا السياره حتى من الجلاسير مديتوها لنا من سياره اخرى نفس السياره خذيتوها الجلاسير نفس السياره إيه جلاسير معناها ما لقيناش فيها جلاسير اي جينا نشوف مديتوها لنا من سياره اخرى معناها في مثال السيارات اللي مجهزه نحب نفكركم حاجه سيارات الاسعاف اللي اعطيناها المره هذه وحرصا من وزاره الصحه واداره التجهيز باش العباد ما تقولش ما سماش فيها تجهيزات اللي هي تجهيزات تشتري نفس التجهيزات مختلفة السيارات عطينا مع 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 سيارة الإسعاف عطينا ورقة نتاع انفونتير اللي هي مصح فيها المدير نتاع نتاع التجهيز هذا مش العباد الكل تعرف شنو الورقة شنو التجهيزات الموجودة فيها وشنو يلزمها توصل أيوة. ما سماش فرق ما بين سيارة نعطيوها لتونس ولا البنجردان ولا زيبا ولا صفاقس نفس السياره هي خلينا في صفاقس سي نوفل واضح ما فماش تفرقه معناتها اخي نخدم على طول كامله مش على شيء هكا واضح به نقطه التجهيزات معناتها وضحينا فما قسم استعجالي خاص بمرضى القلب نورمالمون اللي كان يخدم بعد توقف والوزارة عاودة جهزته وتوقف مرة أخرى تو يجي ستة أشهر هذه معناتها ناويين تعاودوا تتواصلوا فيه باش على الأقل تخفوا الوطأة على القسم الاستعجالي الموجود حاليا شوف تنظيم الاستعجالي بجهة هي من مسؤولية الجهة معناتها مسؤولية مدير الجهوي ومسؤولية اللجان اللي احنا حرصنا عليهم باش نزيد نفعلوهم واخر مراسلة كانت وزارة الصحة في اكتوبر باش نقول لهم اعطيونا التقارير تاع اللجان الطب الاستعجالي في كل جهه ويعرفوا الحاضرين الموجود منكم يعرفوهم وهما بيدهم يظلوا اعضاء في اللجان هذه لجان الطب الاستعجالي هي تفكر وتشوف خاطر كل جهه عندها خصوصيه نتاعها وكان هي الجهه تشوف اللي قسم الاستعجالي بالنسبه لامراض القلب اللي هي حاجه مش موجوده راهي في العالم الكل راهي ماشي حاجه معناتها ما يصيرش خلينا نحن نكونوا الاستعجالي خاطر المريض وقت جاي عنده وجع في قلبه ولا عنده مشكله قلبيه ما يعرفش راهو راهي عنده مشكله قلبيه لازم يجي يشوفه طبيب يقول له راك انت عندك مشكله قلب خاطر ساعات مات وتوجع فيه ويحايدوا مات توجع فيه وتطلع عنده مشكله قلب ولكن الخدمات كان هما يشوفوا عندهم الخدمات يلزموا يعاودوا تحل يلزموا يعاودوا تحل والله يتناقش ويتناقش في اللجان الاستعجالي على مستوى المستشفى ولا على المستوى الجاي ويتقدم وتتقدم للوزاره كان هما طالبين دعم خاص من الوزاره وما يظهرش للوزاره باش تقول لا كان فيها مصلحه المواطن واضح به المحرص وش بنينا وقتاش يتم تركيز يظهر اقسام استعجاليه معناتها اللي تنجم تخفف شويه على وسط البلاد لا هما موجودين محرص في بنيانة أقسام استعجالي نجم نعطيك حتى في بنيانة شوف في 65,000 عيادة السنة وفي محرص 25,000 ولكن في محرص يتم تركيز وحدة متنقلة إسعاف الإنعاش يسموها المواطنين سميوها حنسميوها سميوها اللي هي تم بنائها وفي وصلت الطلاق في اوائل سنه 2014. شكرا لك سي نوفل السمراني مسؤول عن وحده الاستعجال بوزاره الصحه. حاجه كهو حاجه هامه ياسر. تفضل. حاجه هامه وماذا بيا ضايق النساج ديما يتعدى وكل ما انا ندخل في اذاعه ولا في مرحبا في قناه تلفزيونها هو العنف ضد الممرضين جايين اكيد هذه حاجه مرفوضه
مرفوضه بالمره وجايين باش نحكيو عليها. وراي العمر ولا كان العنف يحل المشاكل تاع العباد في الجداوي بالعكس. اكيد كل ما تصير عنف سمع عنا اكثر من 270 حاله عنف مع جسديه صارت في الاقسام السجاليه في السنه منهم حالات فظيعه ياسر. راي عمره كان العنف يحل المشكله بالعكس شو وقف العمل في وقت صار العنف وتصير اشكاليات. لذا رجال كل مواطنين يتفهموا المجاهدين اللي يخدموا في اقسام الاستعجالي يعاونوهم ويراعيوهم ويراعيو. شكرا لك سي نوفل السمراني المسؤول عن وحده الاستعجالي بوزاره الصحه. قلت لي